ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان النتائج. ساعات إيه؟ أنا عندي دوالي. أوكي خلاص. والآن دقائق قليلة تفصلنا عن إعلان النتائج. المتسابقين واقفين شمال ويمين، سمع ضربات قلبهم، وقريب قوي هقول لهم عن مين اللي فاز ومين اللي هيبقى زوجي المستقبلي. سكسكيوز من الجميع، كله ينتبه لي، كله يبص لي، عايز انتباهكم معايا. اللي فاز هو هاجرس. او حرام عليك يا روح بس لعبه الكبير. ان شاء الله لا، او ان شاء الله مش تفادي. طب وانا؟ لا انت اتشطبت اصلا من المسابقه. الفائز هو حبيبي جوزي كرة عيني، هو هيبقى الكبير. تعالى العريس اهو، العريس اهو. انا عايز اعرف بتحبوه على ايه؟ في ايه احسن مني؟ مش مشكلة يعني، انت ابويا برضك. مبروك يا ابوي. حتى العفريت رفضتني اهش. يا شندلتي يا حندلتي، شفتي؟ وليه يا فجر؟ كنت متضايقة قوي ان درتك مدرسة فرنساوي. درتك بقت عفريتة. ألف مبروك للعروسين بالرفاتي والهلوين. يا دي الحاجات دي مش لايقة على بعضها. بالرفاتي واليقطين. يا دي المشكلة في الرفات أساسا. انت ايه اللي جابك؟ هتجوز غصب عنك وانت أصلا مش معزوم. دي نسيت، دي هتجوزها باللي عليها. يا مديونة خدي لي العلم العفاريت، خلصيني منها. يلا تعالى. يلا خلاص تعالى يلا اصلا دلوقتي. يلا اعجلي يا بنت لما يتقفل عليكوا باب واحد. قلت لك احنا مش غرب. يلا. ايوه يلا. لا 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 انا ما هتجوزش بالطريقه دي. انا ما كملتش تعليمي. الانس مننا ايه غير شهاده؟ ومين قال لك اني مش هخليك تكمل تعليمك؟ ادرس وانت معايا. وانت هتحتاجيني؟ ده انت 95 سنة سنجل. مش عارفة اشمت فيك ولا ازعل عليك، اللي على وشك ده انا عشت فيه سنين. دوجو يا بنت، انا كنت سنجل 6 سنين بس، وخدتك تاتا تاتا والدنيا الكل طقم حقه، لكن انت فقر. انما دي كبير. احب اقول لك I am ready. يلا دقيقة، انا كعريس ما عاوزش اتجوز سكتي. لازم الفرح الناس تحكي وتضحك عليه. انا مش بايره. ايه ده؟ انا ما اقدرش ازعلك. احلى فرح واحلى زفه مستنيينك بره. نجتهم بفلوس حرام، وكانوا لسه يسخنوا ويرشوا ميه ساقعه على بعض. يا كبير، ممكن بس تخليها تشوف لي فامباير قريبتها ولا حاجه؟ بس اهم حاجه اهلها ما يمصوش دمي في الطلبات. كبير مش يلا بقى ولا ايه؟ يلا بينا. على فين؟ يلا عشان نروح لاهلي. امال الناس المراهقين دول مين؟ مراهقين يا كبير، دول مضروبين. ايه يا سامح انت وهو؟ كلكم ضربتوا في الخناقه؟ ما حدش ضرب. خناقة ايه؟ دول البرايت سميت بتوعي، وبعدين اهلي ايه اللي هيجيبهم؟ لازم اول زيارة انت اللي تروح لهم، دي الاصول. ايوه اكيد اهلها مستنين على احر من الجمر. ما طبيعي ياد، ما هم اصلا عفاريت، يعني محوحين خلقة. ايوه انا قصدها. يعني برضك سبتني ورحت لها؟ هو انت جابوسي؟ وانا رايح اجونا يا بنت، انا رايح اجونا، انت بتعمل كده ليه؟ كبير كفاية هري كتير. يلا يلا كبير. يلا خايف كده ليه؟ ستوب. جوني. طب وانا يا كبير؟ مش مهم. اخصى عليا. ايه يا كبير؟ معقولة كده مش عايز تزور اهل مراتك من اول طلعة؟
واحنا كنا بنهزر معاك انت والناس الجميله دي كلها، وبنعمل برنامج مقالب جديد وعملنا فيك المقلب اللذيذ دوت. عايز تذيع؟ قول ذيع. ذيع. ايوه ذيع. ذيع 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 لو سمحت. ما فهمش ايه دي؟ لا الناس دي جميله ولا المقلب لذيذ، ومين ده؟ ابراهيم نصر ولا مين؟ ما فهمش حاجه. يعني كل اللي حصل ده كان مقلب؟ ايوه كان مقلب يا مربوحه.